عقد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني اجتماعا موسعا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين. تمحور الاجتماع حول تعزيز التنسيق لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة في مصر، وأكد الوزيران على أهمية التعاون في مجال تشغيل محطات مياه الشرب وتحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتوطين صناعة العناصر المستخدمة في محطات التحلية واستخدام أحدث التقنيات لتقليل التكاليف وتعزيز إعادة تدوير المياه.